السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عملت فيديو عن تحويل الكلام والصوت إلى نص مكتوب، وده من خلال موقع اسمه diction.io. ففي سؤال جميل بيقول إزاي أقدر أستفاد منه وأفتح بيه مجال العمل؟ السؤال ده جميل جدا، لأن في ناس كتيرة بتدخل على مواقع وتبدأ تجربها أو إنها تهزر فيها. زي واحد ممكن يخش على عملاق الذكاء الاصطناعي اللي هو عندها مثلا ميدجورني أو شات جي بي تي، دي أقوى حاجة ودي تكلفة تشغيلها بالملايين كل شهر، شهريا ملايين كهرباء واجهزه والحاجات دي كلها، ويقعد يساله اسئله غريبه او ام احمد عندها 3 اولاد والحاجات دي. وواحد تاني ممكن يدخل على المواقع ديت ويستغلها في ان هو يعمل بقى شغل كويس جدا. ففي فرق كبير جدا بين الاثنين. فانا سعيد بالسؤال دوت. ممكن واحد يعمل ايه؟ ممكن واحد يدخل على مواقع زي فريلانسر او بورك، الحاجات دي كلها بتلاقي ناس بيقول لك انا عندي محاضرات معموله وانا عايز يعني اشوفها مكتوبه عشان اعرف اقراها. في مواقع كتيره زي مثلا الجزيره بيديك الحاجه صوت تسمعها وفي نفس الوقت بتتفرغ زي شاهد على العصر بلا حدود والحاجات دي، وحتى موقع اسلام ويك كان بيديك الخطبه والخطبه تبقى مكتوبه. هو بيستفاد طبعا ان اي حد بيعمل سيرش في محرك البحث يطلع له الكلام دوت، انما لو هو ملف صوت او فيديو غالبا مش هيطلع، فبيحتاج حد يعمل. طب هو ما عرفش الموقع دي؟ ممكن يكون يعرف، لكن ممكن يكون مش قادر يتاكد من المعلومه لو الصوت مش واضح او اللغه او كذا. فمن مصلحته ان هو يدفع مبلغ بسيط يستعين بناس يعملوا الحاجه ويتاكد من الجوده بتاعتها. يبقى انت مسؤول ان انت بعد ما البرنامج مثلا شغلته وحول حاجة الصوت لحاجة مكتوبة، دي هتبقى ممتازة جدا. اعرف كان رئيس جامعة وكان اولاد اصدقاء ليا، كان الدكتور مثلا بيقول لهم خدوا اعملوا حاجات مكتوبة من ايام زمان، من ايام الآلة الكاتبة ومش موجود منها نسخة وبتاع، بس موجودة هارد كوبي مطبوعة، فيقول لهم خدوا اكتبوها. فلو ان الكتابة بتاخد وقت فاستعانوا ببرنامج، اشتروا برنامج غالي ساعتها كان تبع IBM او صخر، كان بيبدا هو يقرا والقراءه تتحول لصوت، نفس الفكره هنا. وفي طبعا OCR اوبتيكال كاركتر ريدر او ريكونايز، بيبدا ان هو يستوعب الصور اللي انت بتحولها، يقدر ان هو يفهم كل الكلام الموجود فيها ويعمل لها مسح ضوئي ويحولها لكلام. لكن برضه محتاج حد يعمل شيك عليها ويتاكد من هل الكلام ده فعلا مظبوط ولا في مشاكل.